السلام عليكم. انا كنت ناوي ما اتكلمش خالص، بس الكلام مستفز اليومين دول الصراحه، يعني فاضطريت ان انا اطلع واتكلم. يا جماعه انتوا عمالين تقولوا حجر صحي كامل، انا معاه حجر صحي كامل، واي اجراءات تاخدها الدوله انا معاها وبنفذ وبقعد في البيت. طبيعي ما بحبش النزول كتير للشغل، بس العماله العامل اللي هو بيوميه هنعمله في ايه؟ اللي بياخد 100 جنيه بياخد 80 جنيه بياخد 120 جنيه، ده بيقضي يومه بالعافية. عارف يعني ايه بيقضي يومه بالعافية؟ انا راجل في السوق وبحتك بمعظم الناس دي. عارف انت لما تقول له حجر صحي، اقسم بالله هياكلك انت والكورونا. لو قعد في البيت وعيره ما لقاش ياكل هياكلك انت والكورونا. انا واحد من الناس الحمد لله ولا بيشغلني، اعرف اقمن نفسي كويس قوي الحمد لله، انا راجل في السوق. بس لازم نفكر في بعضينا. مش انت بتاخد مرتب اخر الشهر بتصرف منه، انت بتاخد معاش اخر الشهر بتصرف منه، عندك قرشين في البنك بتصرف منهم. انا راجل صاحب محل باكل وبشرب عادي، يوم ما مش هلاقي اكل هجيب سلحة سمك بألف جنيه واكل فلوسها، هجيب سلحة سمك بخمس آلاف جنيه واكل فلوسها. انما العمالة العامل اللي ما بعرفش يتصرف في المئة جنيه هتعملوا فيهم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الجليل: فأطعمهم من جوع. الأول إيه؟ أطعمهم من جوع، بعد كده أمنهم الخوف. لما تيجي تقول لي بقى كورونا، مش هيهمه كورونا، عيله جعان في البيت، عيله جعان في البيت ما بيعرفش يتصرف في المئة جنيه. فلازم تفكروا في حل الأول للعمالة دي، وبعد كده نقوله حجر صحي. ده الاصول. الناس دي هتسقط والله، والله ما انتوا عارفين حاجه، دول اكتر من 10 15 مليون، يعني الدنيا هتبوظ مننا. ولا تقول لي الجيش يحمي ولا الشرطه تحمي، ناس جعانه هموتوهم يعني، حتى لو قالوا اي هنموتوهم. مش ده الكلام ولا ايه؟ مش لازم نفكر في بعضينا ولا كل واحد يلا نفسي؟ وانا بقول لكم المره الثانيه، راجل صاحب محل اقسم بالله ولا يشغلني لو هتقعدوا سنه، هناكل ونشرب بأي طريقة. بس الناس دي في اللي يعرف ربنا وفي اللي ما بيعرفش ربنا فيهم. تقوم الصبح ما تلاقيش موتور شقتك، تقوم الصبح ما تلاقيش العداد، هتتثبت في الشارع، كل حاجة ممكنة. عيالهم جعانين في البيت. يا ريت تفهموا كلامي وتفكروا في حل للعمالة، وبعد كده تقولوا حجر صحي كامل. السلام عليكم.